الإعلامي كمان نالوا الجزء المهم بهي الكارثية اللي عم نعيشها، لأنه هو متابع ساعة بساعة وثانية بثانية الأحداث بجميع المناطق المنكوبة. اليوم الصور عم توصل، الأخبار عم توصل. اليوم دور الوسائل الإعلامية بنقل هذا الخبر للمشاهد ولا الجمهور كتير مهم. اليوم وسائل الإعلام قادرة أن اليوم تفاقم الأزمة، قادرة أنها تخففها على كل حدا عم نشوفها. قد ايه اليوم نحن مرقنا بموضوع الفبركات الإعلامية، وقد ايه عشنا سنوات الحرب ونحن عم نعيش معظم الأخبار كانت مضللة من قنوات أخرى. يعني صح رشا، على مدى يمكن 12 سنة كلها بنعرف قديش كان في حجم كبير من الشائعات. يمكن أي خبر أو حدث بسيط بتلاقي له على السوشيال ميديا تداعيات تانية، بتلاقي على بعض القنوات التانية عم يتناولوا بطريقة تانية. بنعرف دائما الإعلام كل حق بدي بقول لك أنه الإعلام ممكن أي وسيلة ناخده بالزاويه اللي بدها اياها، ولكن في معايير مهنيه اساسيه لازم الكل يعني يتفقوا عليها، ونحن بسوريا عانينا كثير من هذا الموضوع. يعني اكيد نرمين، وشهدنا خلال كارثه الزلزال وبدايه وقوع الازمه صار في لغط على مواقع التواصل الاجتماعي، صار في سياسه ممنهجه لخلق حالات، ان كان من الخوف ان كان من التشكيك بالجهات المعنيه. اليوم شو دور الاعلام بهي النقطة، وكيف اليوم قادر يسيس الأزمة وكيف قادر يحلها للأفضل والإيجابية؟ أكيد مثل ما ذكرتي رشا، سوريا خلال السنوات الماضية يعني واجهت مختلف أنواع الحروب، منها كان في حروب إعلامية بالإمكانيات المتاحة، وخلال الزلزال بالذات كان إلى دور الإعلام، ولكن كان أكثر دور توعوي وإنساني. لنحكي أكثر عن دور الإعلام بالأزمات، أكيد بيسعدنا نرحب بالدكتور منذر علي أحمد، مدير الإعلام الإلكتروني في وزارة الإعلام ومحاضر واستشاري في الجامعة الافتراضية السورية، متخصص في الإعلام الجديد والاتصال. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا بكم جميعا المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا، والحمد لله على سلامتكم. الحمد لله على سلامة الجميع. تشكر اليوم وزارة الإعلام والقطاع الإعلامي بكافة القنوات، إن كان الإعلام الخاص والإعلام الرسمي، اليوم لكل الجهود لكل التعب اللي تقدم خلال الكارثة. أستاذ اليوم خلينا نحكي اليوم عن دور الإعلام ضمن هاي الكارثة وضمن الأزمات، اليوم كيف قادر ياخذ دوره بالشكل الصح؟ طبعا الإعلام يتصدى لكافة الشائعات التي يمكن أن تواجه خلال الأزمات والكوارث، ويزداد رغبة الناس في الحصول على المعلومة وملء الفراغ الذي يكون في بعض الأحيان بعيدا عنهم. دور الإعلام في هذه المرحلة وفي المراحل المتعددة ليس فقط نقل الأخبار التقليدية، ولكن حاليا الإيضاح والشرح والتعرف على نقاط الخلل والمكامن الموجودة لدى الناس. ما هي المخاوف الموجودة لدى الناس حاليا؟ هناك مخاوف عديدة من تجريح الشائعات والأخبار المغلوطة. الناس في بعض المراحل يعتبرون أن هناك حسن نية من بعض المصادر في إيصال تلك المعلومات، ولكن نحن كاختصاصيين وكعاملين في هذا المجال نعرف أن لا يوجد هناك أي قناة إعلامية أو وسيلة إعلامية بدون سياسة خاصة. فهناك بعض القنوات المسيسة التي تهدف إلى بث الشائعات، دب الزعر، القضاء على الشعوب بدون أي تحريك أي ساكن. هذه الأمور هي التي يجب على الإعلام أن يتصدى لها ويقوم بتفنيدها وإيضاحها والعمل على طمأنة الناس بشكل كبير إلى ما يجري من معطيات خارجية. صح. دكتور دائما المشاهد، وإذا ما نحكي نحن محليا المشاهد السوري دائما يلوم الإعلام، دائما بنشوف في إعلام لوم على الإعلام رغم كل التغطية اللي كانت. إذا ما نحكي نحن عن حادثة الزلزال، رغم يعني التغطية اللي كانت من ساعات الأولى لحدوث الزلزال واستمرت لأيام، كانوا المراسلين إذا ما نحكي عن قنوات الإخبارية السورية أو مختلف القنوات الفضائية وغيرها كانوا متواجدين على أرض الواقع. صحيح. ولكن اليوم المواطن كان دائما في حالة هيك من اللوم. خلينا نحكي اليوم عن دور الإعلام الرسمي، هل يختلف دور الإعلام الرسمي عن الإعلام الخاص، عن الوسائل بمختلف أنواع خلال الأزمات، وإذا بنحكي عن الزلزال يعني كمثال؟ طبعا الإعلام بشقيه، العامل في سوريا نسميه الإعلام الوطني الذي لديه سياسة واضحة، ليس الهدف الركض أو الجري وراء الترندات وتحقيق المكاسب الكبرى بزيادة عدد المشاهدات. في بعض الأحيان يلقى اللوم على الإعلام الرسمي في سبب البطء بتغطية بعض الأحداث، لكن حاليا نحن انتقلنا من الإعلام الجماهيري أو الماس ميديا أو الماس كوميونيكيشن أو
الإعلام الجماهيري الواسع النطاق إلى الإعلام الجديد الذي يمكن حاليا تخصيص الرسائل لمختلف الأفراد والشرائح. هنا يأتي إلى حد بعيد الحالة الإعلامية، ممكن جالسين نحن 5-6 أشخاص كل شخص يتابع خبر ما وسيلة ما، ولكن الأمر تصديق هذا الأمر يعتمد على مقدار الوعي الموجود لديك، مقدار الخبرة التراكمية الموجودة لدينا. نحن كسوريين بحكم السنوات الطويلة الماضية، بحكم التسييس الممنهج ضدنا، بحكم الذباب الإلكتروني الذي عمل طويلا بهدف تأليب الرأي العام وتغيير الرأي العام وتعديله وتحويره وإلى آخره، والسياسة الممنهجة التي تمارس ضدنا، كل تلك الأمور يمكن أن نقول أن الإعلام قادر خلال الفترة الماضية على تمكين المواطن ونقله من مرحلة أن يكون مواطن متلقي سلبي لذلك المحتوى إلى مرحلة تمكينه لكي يميز بين الإعلام المسيس، الإعلام الممنهج الذي يستهدفه ويستهدف كيانه. كل تلك الأمور يجب أن تكون إلى حد ما واضحة ضمن الشعب. نعرف أن الشائع، هناك مقولة مشهورة تقول أن الشائع يؤلفها حاقد وينشرها أحمق ويصدقها الغبي. عندما نأخذ هذا الثالوث بين الحاقد، أكيد الحاقد هو الذي يؤلف تلك الإشاعات التي تستهدف اللحمة الوطنية، تستهدف الاستقرار الحالي في الوطن. هذا الأمر عانينا منه خلال السنوات الماضية. الأحمق الذي حاليا كما نقول يقول الفيسبوك بما تفكر وليس بما يفكر الآخرين، عندما تضغط على زر النشر فأنت تقوم بعملية ترويج لمحتوى، وفي بعض الأحيان عم نشوف حتى واحد بيشارك محتوى بيصير بيدافع عنه أكثر ما من الشخص الذي أطلقه. صحيح. المرحلة الثالثة اللي هو لاحقا أنه الشخص اللي عم يصدق هذا المحتوى ربما يتصف بالغباء بسبب قلة الوعي الحاصل، مستوى التعليم، هناك عوامل كثيرة تدخل بالأمور النفسية، ممكن كمان عوامل عاطفية. عفوا دكتور، يعني إذا نحكي عن حالة السوشيال ميديا، حالة التصديق، أو حالة إذا نحن عم نحكي عن حالة الزلزال، حالة مثلا انتشار شائعة معينة أو تعميم شائعة معينة بدون مثلا ما يرجعوا لأصل الخبر أو يعملوا بحث بسيط، يمكن كان هو مأخوذ بدافع العاطفة أكثر. هذا الأمر أكيد يعني لاحقا نجد أو خلال الفترة الماضية وجدنا أن الناس يصل هناك الكثير من البوستات المتعلقة بالزلزال. نحن عايشنا زلزال التسعينات وكانت آثاره إلى لنقول أخف من الحالة الحالية، ولكن لم تكن وسائل التواصل الاجتماعي موجودة، لم يكن الإنترنت، كان هناك بعض وسائل الإعلام المحدودة. عملية الصحافة الصفراء ليست جديدة، من 1896 نعرف الصراع بين صحف نيويورك على الشائعات وعلى بس المعلومات المغرضة الهدف منها زيادة المبيعات. نحن لدينا أعداء يتربصون بنا وهذا أمر واضح ومستمر. الكيان الصهيوني ينفق ملايين ومليارات الشيكلات والدولارات على موضوع الاختراق السبراني وبث الشائعات، وكان منذ فترة هذا الأمر تكلم عنه الرئيس أوباما الرئيس السابق، لا يكفي أنك تزعزع الثقة لدى المواطنين حتى تنهار البلاد. هذا الأمر يتم العمل عليه بشكل ممنهج وبشكل علمي. تكلمنا الإشاعة يطلقها حاقد، ليس هناك شيء عشوائي. صحيح. الحاقد الذي يطلق تلك الإشاعة هدفه تحقيق هدف ما، أما تغيير رأي عام أو تهميش بعض القضايا أو تصغير بعض القضايا التي تكون مصيرية أو بالنهاية ربما حرف المسار عن طريق معين. كل تلك الإشاعات التي يمكن لا نعرف مصادرها هي المشكلة الحقيقية. نحن دورنا كإعلاميين أن نظهر الحقيقة. حاليا في وزارة الإعلام أطلقنا موقع إلكتروني خاص ببعض الأمور المتعلقة بكشف الحقائق، الأخبار المزورة، الأخبار الحقيقية، لحتى الناس اللي عندها تشكيك بأي خبر. الانترنت مفتوح للجميع، نتكلم عن أكثر من 1,300,000,000 موقع عالميا، أكثر من 200 مليون موقع نشط، فما بالك أنت بحجم صفحات التواصل الاجتماعي. هم قادرون على إظهار ما يريدون لنا، وهذا الأمر كان واضح بشكل إيجابي خلال فترة الكورونا. شفنا دائما أنه أول بوست مفتوحه بيطلع معنا دائما التعليمات الخاصة، كانت الفيسبوك تقوم بدور إيجابي، وكذلك الأمر يمكن هذا الدور الإيجابي أن يكون دور سلبي. عندما نفتح أول بوست أو نفتح الفيسبوك فيكون هو موجه من قبلهم بخوارزمية معينة،
معينة، بماذا تهتم، ما هذه المنطقة، ماذا نريد أن نوصل الأخبار إلى هذه المنطقة، أخبار الزلزال، أو نريد أن نوصل أن هناك تخاذل من الحكومة، أو نريد أن نوصل أن هناك سرقة للمساعدات، أو نريد أن نوصل أن شفنا هذا الأمر واقعي. أنا ذكرته على أحد القنوات الفضائية منذ بضعة أيام أن الحملة بدأت حتى قبل أن يهبط دولاب أي طائرة في مطار دمشق من المساعدات، سرقت المساعدات قبل أن تصل. هذا الأمر كان تمهيديا، هناك فرق من الأشخاص الجاهزين لسرقة المساعدات، هناك الزلزال. نأتي على الأمر الآخر الذي هو العلاقة بالزلزال، الزلزال سيأتي بتاريخ كذا، لا الساعة 8، والله ما أجى الساعة 8، أجي الساعة 12. هون الفكرة هذا الموضوع دكتور. الناس لهلا حاليا لنقارن أنفسنا باليابان، لماذا تكلمنا أن الأحمق و الغبي بالنهاية هو الذي يصدق زلزال اليابان وتسونامي وعلى قوة أكثر من 9 ريختر حدث في اليابان التي هي من أكبر دول العالم وأكثرها تطورا وتجهيزا صحيح. للزلازل، وأدى حتى إلى خروج محطة فوكوشيما وتهديد نووي كارثي للعالم. حتى الصين التي تمتلك منظومة واعية جدا في عملية السيطرة على وسائل الإعلام وتحضير الرأي العام إلى حد ما فشلت يومها في السيطرة على الحشود الجماهيرية التي ذهبت إلى شراء الملح، وتعرف هذه المسألة بقضية الملح، ذهب الناس وفرغت المتاجر من الملح. فعملية السيطرة على الإشاعة تحتاج إلى تجهيزات كبيرة، تحتاج إلى توعية. يعني نأسف في بعض الأحيان أن المناهج المدرسية يجب أن يدرج بها هذا الأمر، كيفية التعامل مع الزلازل، كيفية التعامل. نحن على خط زلزالي في بعض الأحيان، كذلك الحال بالنسبة للمسألة الإعلامية، لا يجب أن نأتي خلال فترة الزلزال ونتحدث. هناك بعض الأمور التي يجب أن تكون بشكل مستمر وبشكل دوري، هناك بعض التحضيرات، هناك بعض الإجراءات التهيئة إلى حد ما. أقول لك أن هذا الزلزال حدث في فترة التسعينات ولا تزال تداعياته في رأسي أنا كشخص، ربما لم يكن على مستوى النطاق في سوريا بسبب غياب وسائل الإعلام في تلك الفترة، ولكن هلا حاليا عم نشوف إذا واحد عنده تشعر صغير في الجدار يقوم بتصويره. وهذا الشيء دكتور اللي عم نحكي عليه، انه اليوم زادت حاله الخوف وزادت حاله الهلع عند الناس بسبب اليوم صفحات التواصل الاجتماعي. يعني اليوم هي كانت نقمه ونعمه بنفس الوقت هذا التواصل. اليوم خلينا نركز بس على دور الاعلام. اليوم نحن عم نراهن على الوعي، ولكن احنا ما فينا يكون بالمستوى المطلوب عند الجميع. يعني اليوم قدمهم رسائل التحذير والتكرار المستمر، ان كان عبر وسائل التواصل من موقع الوزاره او كان عبر المسموعة المقروءة وحتى المرئية. أكيد التكرار، لكن التكرار المدروس والرسائل الموجهة الممنهجة. يعني حاليا مخاوف المرأة الحامل غير مخاوف الرجل، غير مخاوف المرأة العزباء، غير مخاوف الأطفال، هناك لكل شخص تخوفاته. لذلك يجب أن تكون الرسائل كما نرى، أو يجب العمل عليها رسائل موجهة بكافة الأطراف. يعني الاتحادات تقوم بدورها، اتحاد شبيبة الثورة، اتحاد الطلبة إلى آخره، كل تلك الجهات يمكن أن توجه الرسائل تكون مختلفة عن مخاوفنا. مخاوفنا نحن في هذه المرحلة العمرية تختلف عن مخاوفنا في الماضي. آلية تعاملنا وإدراكنا والوعي لمرحلة الزلزال وما يمكن أن يحدثه، هل كنا سنعيش بموت سريري من فترة التسعينات حتى الآن؟ هذا الأمر يجب أن نفكر به بناحية عقلانية. الخطابات في الجوامع، الرسائل التي يمكن أن تصل، لا يمكن حاليا فقط أن نعتمد على القنوات التلفزيونية التي يمكن أن يكون وصولها إلى بعض الأشخاص محدود. يعني من يتابع الإخبارية حاليا ربما بعض الأشخاص، من يتابع وسائل التواصل الاجتماعي بعض الأشخاص. فهذا العمل يحتاج إلى منظومة عمل متكاملة لكي تصل إلى كافة المواطنين بشكل أساسي. نعرف أن الشائعات كانت تقال من قيل إلى قال، وحاليا كل الأمر يتم من قيل إلى قال. يعني أنا أعطيك معلومة دقيقة، يقولون والله فلاني أو هذه شافت لها، حتى وصلت لمرحلة التبصير بالفنجان أنه الساعة 8، لا الساعة 8:30. يعني فالناس وسائل تنبيه، الناس تعيش نسخ لصق. يعني طبعا فنحن نقارن هذا الأمر بدول متقدمة، يجب أن نكون مدركين وواعيين لأهمية أن نتسلح بالوعي وانتقال المواطن إلى مرحلة التمكين لمقدرته على التحقق، وكذلك الدور الأساسي لوسائل الإعلام أن تعمد إلى التحقق من الخبر وليس نشر الخبر وإعادة تصحيحه لاحقا.
عملية لنقل إيضاح، ونقول بعض المقولة تقول أو معادلة جبرية عن موضوع الشائعة، الشائعة تساوي أو شدة الشائعة تساوي الغموض ضرب الأهمية. الأهمية أكيد شائعة، لما بتكون جيدة فهي لا يمكن اللعب عليها، ولكن الغموض هنا نحن يأتي دورنا كإعلاميين وكمؤسسات حكومية بإزالة هذا الغموض. نعم. الغموض يكتنف الجميع، خاصة في فترة الأزمات وخاصة في فترة الحروب وفترة الكوارث. كيف نزيل هذا الغموض؟ كيف نخفض هذا الغموض؟ هو هنا تأتي مسؤوليتنا. يعني ما بصير أنا أقول والله وصل عدد القتلى أو عدد الضحايا ل 10,000 و15,000 والناس ولسه في ناس تحت الأبنية وإلى آخره، وفي عندي أنا منظمات معنية بهذا الموضوع. أنا كإعلامي عندما أقوم بنشر هذا الخبر أو الترويج له أو حتى مشاركته فأرتكب جريمة، لأن أنا كقائد رأي عام، لا ربما لا أكون قائد رأي عام على مستوى كبير، ولكنك قائد رأي عام وربما على مستوى عائلتك على مستوى قريتك، فهذا الأمر سيساهم بنشر الخبر صحيح. إلى أطراف أخرى. فهذا الأمر يجب أن نتحلى بالوعي والإدراك لمسؤولية الخبر الموجود بين أيدينا وإيصاله إلى الآخرين الذين قد يؤدي الأمر بهم إلى اليأس وبالتالي ارتكاب أعمال قد تكون غير جيدة. إن شاء الله نوصل لهذه المرحلة من الوعي خصوصاً ضمن هذه الأزمة اللي عم نعيشها. صحيح. يمكن الإعلام اليوم الوطني خلينا نسميه كان له دور مختلف عن باقي الوسائل الإعلامية، والناس يمكن هذا الشيء ما كثير بتقدر بتميز انه السوشيال ميديا واداء السوشيال ميديا وما بتبثه من اخبار ما فينا نحن نفسه ناخذه مثل ما هو كمحتوى ونقدمه عبر وسائل الاعلام. اكيد هذا الموضوع اللي دائما الناس انه اوكي في صفحات سوشيال ميديا بتاخذ الخبر ثواني بتكون نزل، بيكون في هذه اسهل الامور. هذه اسهل الامور، ولكن عندما تعطي خبر بكافة تفاصيله بقواعده الأساسية الإعلامية أو بإمكانته أكيد البث المباشر والتواجد في الحدث وإلى آخره، هذه أمور من المسلمات وهي من أساسيات الإعلام الحالي. لكن عندما نتكلم عن وسائل الإعلام الرسمية التي هي مصدر للوسيلة للخبر الرئيسي والتي لا يجوز يعني زيرو ميستيكس، لا يجوز أن يكون هناك أي خطأ في هذا الخبر الرسمي، لأن هناك أناس محترفون قائمون على هذا العمل على إيصال المعلومة التي سيتناقلها الناس. دور الإعلام هو إعادة الثقة بشكل أكبر إلى الناس وبالتالي أن يتمتع بالمرونة الأكبر، ولكن على الجماهير إلى حد ما أن تقدر هذا الأمر. يعني لا توجد أي وكالة إعلامية من رويترز من تاس من أسوشيتد بريس إلى آخره من الوكالات العالمية تملك مراسلين في كافة المناطق، يعني حتى لو حكينا على أكبر كبريات الوكالات العالمية وتلجأ إلى ما يسمى UGC أو User Generated Content أو Citizen Journalism أو صحافة المواطن أو الأشخاص الموجودين في تلك المناطق والنكبات وإلى آخره وتأخذ منهم المعلومات، ولكن هي من تحكم على هذه المعلومات. نعم. تقول أن هذه المعلومات مستمدة من شخص، وحاليا مثل ما عم نشوف صرنا نشوف صور بسوريا متاخذه من العراق او متاخذه لعمليات بعيده غير تاريخيه. وهون احنا دائما مراهن على الوعي، على الوعي وعلى وعلى الامكانات المتاحه. احنا اليوم عم نشتغل ضمن الامكانيات المتاحه، يعني عمليا نحقق الناس يقدروا يتحققوا انه هذه الصوره اعمال العقل، هذه الصوره متاخذه بسوريا من مكان اخر من طبيعه الابنيه بالعين المجرده. نعم. بالوسائل البحث الموجوده بجوجل بتلك التقنيات نحن كاعلاميين ممكن نميزها، لكن بحكم الخبره والتراكم والى اخره، لكن المواطن العادي يعني اللي كان عمره 10 سنين وهلا صار عمره 18 سنه وصار عنده فيسبوك وتويتر والى اخره، فعم نشوف الامور جديده عليه. هذا الشيء نحن ما فينا دائما نلوم المشاهد، يعني نحن بعصر التكنولوجيا وعصر السرعه وهذا الشيء فارض حاله علينا. اكيد المواطن نحن كوسائل اعلاميه صح عم نقدم المعلومه خصوصا بموضوع الزلزال وعم نحاول نقدم المعلومه الصحيحه قد ما فينا، ولكن في عصر التكنولوجيا هذا يمكن بضل سابقنا شوي، ويمكن من هون بيجي عمليه اللوم دائما. للاسف وقتنا خلص معك. شكرا. دكتور بدنا نشكرك كثير. شكرا. الدكتور منذر علي احمد مدير الاعلام الالكتروني في وزاره الاعلام. شكرا. شكرا دكتور لحضورك.